ما زلنا نتابع منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ معتز بلا مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. أهلا بك أستاذ معتز. يعني حدثنا عن أبرز النقاط التي ربما تكون على أولوياتكم اليوم مع ترقب افتتاح الجلسة الأولى. احنا كتنسيقية شباب الأحزاب مشاركين في 10 ورش عمل وجلستين حواريتين. أغلب المواضيع اللي هيتم مناقشتها الأمن الغذائي وتغير المناخ والتطرف عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. طيب، ما أبرز المخرجات التي تتوقعونها أو ربما المبادرات التي يمكن أن تسفر عنها هذه الجلسات؟ دعنا نتحدث بداية عن مسألة الأمن الغذائي. أكيد هيتم في ورش العمل مناقشات، ويعني دي مشكلة تهم، مش مشكلة إقليمية فقط ولكن مشكلة دولية تهم. هيكون في مشاركات من جميع الشباب اللي من مختلف دول العالم، أكيد هيتم مناقشة اقتراحاتهم. كل واحد هيتكلم عن الظروف اللي بتمر بيها بلده أو مشكلة الأمن الغذائي في منطقته، وهيكون في التوصيات هتخرج بيها المنتدى إن شاء الله. طيب، ما أبرز المخرجات التي أسفرت عنها ورش العمل التي شاركتم بها؟ هو لسه النهارده طبعا الافتتاح، كان في ورشة عمل واحدة فقط، فلسه يعني المشاركات هتكون من بكرة إن شاء الله بقية ورش العمل. طيب، فيما يتعلق بنموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط، هل ربما من مؤشرات لديك حول سير هذه المناقشات؟ طبعا زي ما حضرتك عارفه خلال هذه الفتره ان مصر واليونان واقرص دول المتوسط في ما بينهم تواصل كبير، وفي اتفاقيات كبيره بيقوم بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ممثلي هذه الدول، فاكيد هيكون ليها تاثير واضح في المؤتمر ان شاء الله. اذا اشكرك شكرا جزيلا الاستاذ معتز بالله مصطفى، عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين.